فوزير الأوقاف القانون المصري يسبق القانون الدولي في حماية دور العبادة. وزير الأوقاف المصري دكتور محمد مختار جمعة أكد خلال مشاركته أمام الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف أن القانون المصري يسبق القانون الدولي في حماية دور العبادة مبنى ومعنى، وأن مصر بتمتلك أكبر وأعمق برنامج تدريبي للأئمة في العالم كما وكيفا. كمان شدد وزير الأوقاف في كلمته التي افتتح بها حلقة نقاشية في البرلمان الدولي على الدور المصري في تعزيز التسامح بين الأديان والحضارات والثقافات المختلفة واحترام آدمية الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، والعمل على احترام كونه إنسانا والعمل من خلال أرضية إنسانية مشتركة من خلال المشتركات الإنسانية في كافة الشرائع السماوية على ترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر ودعم السلام العالمي للبشرية. بالضبط يا محمد، كانت هناك عدة رسائل في غاية الأهمية في هذا المؤتمر أو أمام الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. أكد وزير الأوقاف أيضا أن الاتحاد البرلماني الدولي سيشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القادم حول السوشيال ميديا ومخاطر الإرهاب الإلكتروني. كمان يعني قال وشدد وزير الأوقاف أن يتم عرض الرؤية حول كيفية المواجهة في السوشيال ميديا، المشكلة وسبل المواجهة، في أيضا التطرف ونشر الفكر الوسطي، عرض تجربة مصر في الحقيقة في مواجهة التطرف الإرهابي وهذا الفكر المتشدد. وقال أيضا وأكد أن مصر بتهتم بشكل كبير جدا بالعمق الإفريقي، تعاونها مع كثير من الشركاء الأفارقة في نشر الفكر المستنير، مواجهة الفكر المتطرف، وشارك أيضا في حلقة نقاشية مع عدد من المسؤولين ومن بين الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد البرلماني عفوا الدولي والأمم المتحدة لمواجهة التطرف يا محمد، وعرض أيضا الأفكار المصرية الوسطية. مهم جدا يبقى في عرض الأفكار المصرية، مصر بلد الأزهر، بلد الإسلام المستنير، والعالم كله يعني متعطش وبيتوق لمعرفة يعني أصول الدين الوسطي، فرصة مهمة جدا وحضور قوي جدا لوزير الأوقاف في جنيف السويسري.